السلام عليكم، معاكم ميس نيلي سعيد. لو اول مره تتابعني اشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك الفيديوز الجديده اول باول، ولو متابعني اعمل لايك للفيديو، اعمل شير، بفرح جدا بالكومنتس اللي بتسيبوها لي تحت الفيديو. الناس اللي قالت لي ان هي مش بتعرف تعمل لايك عشان انتم مش مشتركين في القناه، طب نشترك يا ميس ازاي في القناه؟ اكتب اسم القناه على السيرش في اليوتيوب Footprints with Mrs. نيلي سعيد، هتظهر لك القناه ومنتهى السهوله اتك على كلمه اشتراك هتلاقي نفسك اشتركت. تمام. طيب انا عملت لكم المراجعه تاني اهي بتاعه Footprints Junior 5 لاداره شرق. تمام كده، اعملوا انتوا شير، انا عملت اللي عليا اهو، شيروا بقى عشان في ناس كتير محتاجاها جدا ومش بتعرف ان انا نزلتها لان انتوا ما بتعملوش شير وما بتعملوش لايك فالفيديو ما بيترفعش. بصوا معايا، الجزء ده بتاع الدايلوج هو اللي موجود في اداره المنتزه. تمام، فانا حليته. عايز تسمع بقى بالتفصيل ارجع للفيديو التاني اللي قبل. الجزء ده ادي من اول هنا، من اول يونت 7. فبيقول لي بص، انا هقول لك على الحاجات المهمه. كلمه ريبتايلز مهمه جدا، بتيجي كتير في الامتحان. ريبتايلز يعني زواحف، زواحف الحاجات اللي بتزحف على الارض زي تيرتل، سنيك. تمام، وعندي هو هنا اليونت ده بيتكلم عن الانيمالز بتفاصيل تفاصيلها. فتلاقي بقى عندي البيردز عندها فيذرز، عندها بيك. تمام، التورتش مهمه بستخدمها في الاضاءه، هو بصراحه حاطط اهم الاسئله يعني. هيج هوج ده اللي عنده سباينز اللي هي الشوك، ودي بتيجي كتير. هيج هوج اللي عنده سباينز الشوك، والجزء بتاع مايت وماست والحاجات دي مهمه برضو، فلازم تذاكرها. انا هفهمكم النهارده الجزء ده عشان انا لاحظت ان في ناس كتير بتشتكي منه مش فاهماه. لما يقول لي ايت از ا مامل ايت نوت ا جوت، اولا مايت وماست او ماي او كود او كانت، كل ده لازم يجي وراها مصدر، لازم يجي وراها مصدر. هو هنا ناس يكتب بي it must be a goat. تمام، او it might be a goat. بما انها مامل من الثدييات فيعتبر ممكن تبقى goat، ما احنا عندنا حاجات كتيره من الثدييات. طب هنا بيقول لي it doesn't have legs، ما عندهاش رجلين، يبقى it not a snake. هو في 100 حاجه عندنا ما عندهاش رجلين هي السنيك، يبقى it must be، لازم يكون a snake. تمام، الجزء بتاع sounds و feels والحاجات دي بيجي كتير في الامتحان. تمام، فهتيجي ان شاء الله، هتيجي في الامتحان. يبقى انا عندي ماست جايه، او يعني القاعده بتاعت ماست او كانت او ماي مايت كود جايه ان شاء الله في الامتحان جايه، وعندي القاعده بتاعت فيلز وسميلز وتيستس وساوندز واللوكس برضو ان شاء الله جايه. تيجي بقى بطريقه من دول. بص معايا، ايت نوت لايك ا بيرث داي بارتي، ده انا سامع الاغاني، معنى ان انت سامع يبقى ساوندز. طيب الحرير ده بيتلمس يعني ملمسه فيبقى فيلز. طب هنا بيقول لي ايه، they have trained hard، دول اشتغلوا بجد، اتمرنوا بجد، هم فازوا بالماتش، يبقى they could، اكيد او احتمال كبير ان هم يفوزوا بالماتش عشان هم اتمرنوا بجد. طب ليه يا ميس ما ينفعش التانيين؟ لان التلاته التانيين بيقولوا مش هيفوزوا، وهنا بيقول لك ده اتمرنوا جد بجد، يبقى هم احتمال كبير يفوزوا، فبالتالي يا اما must يا اما could او may او might او الحاجات دي اللي بتديك الاحتماليه. It has got feathers، عندها ريش. مين اللي عنده ريش يا جماعه؟ يبقى it must be، لازم يكون a bird. وادي بقى الحيوانات، والله قال لي insect، انا قدامي كذا insect، ما لقيتش هنا قدامي غير cricket، يبقى ماشي برضو insect، ما لقيتش قدامي غير cockroach، برضو ماشي. الاول هي اللي عندها feathers حوالين عينيها ال eyes. مين اللي عنده reddish brown fur، يعني فرو لونه بني محمر قصدي، و thick tail، ده الفوكس. ومين اللي عمل الرام؟ يا اما الانجينير، لو ما لقيتش كلمه بيلدرز يبقى الانجينير. بص، اتس ا مامل ات نوت بي ا رابت، يبقى ات مايت، لان الثلاثه التانيين ما ينفعوش. طيب هي نوت وين ذا ماتش هي اي ام شور، الجمله دي محطوطه مش عشان تستخدم اي ام، لا ده محطوط عشان تعرفك هتستخدم ماست ولا كانت ولا مايت ولا ماي ولا وود ولا كود قصدي. فبيقول لك انا متاكد يبقى ماست او ماسنت، يبقى انا اخترت هنا ماست. طيب هي هاز ا بيج بالاس، ده عنده قصر كبير، يبقى اكيد هو ريتش، يبقى هي ماست بي ريتش. اتس سوفت، ملمسها ناعم، يبقى فيلز لايك كوتن. ات لوكس لايك سيلفر، شبه السيلفر مش ساوند، ات لوكس لايك سيلفر عشان اتس شايني. طيب كلمه نوكتيرنال ان شاء الله برضو احتمال كبير تيجي في الامتحان، نوكتيرنال او كارنيفور. تمام، انا بتكلم على الاسئله قدامك كلها اهي، انا بتكلم على اهم الاسئله اللي ممكن تيجي في الامتحان او الاحتمال كبير الامتحان ما يخرجش عنها. طيب كلمه nocturnal اللي هي الحيوانات الليليه دي اللي بتبقى hunt at night.
carnivores الحيوانات اللي بتاكل meat او بتهانت animals، انما herbivore الحيوانات اللي بتاكل العشب. فاللي بيبقى hunt animals دي carnivore. تمام. people don't have اكيد wings. الحاجة الوحيدة اللي مش عندنا هي الوينجز. وعندي كلمة skate zone قصدي بتيجي برضو. بيقول لي braid. بص الجملة دي she not come first in the exam. she studies hard. بنت بتذكر بجد. يبقى may احتمال كبير. طب بيقول لي she didn't sleep enough. ما نمتش امبارح كويس. يبقى she not be tired. برضو اكيد ما نمتش كويس. يبقى هي اكيد تعبانة. يبقى she must be tired. لازم تكون تعبانة. طب لما يقول لي it not be a tortoise. it has long hair. استحالة تكون tortoise عندها long hair. يبقى it can't. it not be a rabbit. it's a mammal with fur. it may احتمال يكون rabbit عشان ده mammal. mammal احنا قلنا يعني ثدييات. with fur عنده fur. طيب it not be a spider عشان insect to eight legs. هو بيوصف السبايدر يبقى must. it must. I mean is a dangerous animal. the wolf. insect. ايه تاني. بص الجملة بيقول لي it isn't a bird. هو مش طائر. it can fly. بس بيعرف يطير. يبقى it must be a bat. it's not a bird. it can be. it must be a bat. لازم يكون خفاش. it's a big mammal. حيوان من الثدييات كبير. و it not be a tortoise. بما انه هو قالي big يبقى استحالة تكون tortoise. it lives in a web. web يعني شبكة العنكبوت. يبقى اكيد ده spider. يبقى it must be a spider. I like this food. it tastes. tastes يبقى delicious. هو بيقولي بحبه. يبقى delicious. طب بص انا بيقولي my uncle is smart and handsome. he looks like. looks like يعني يشبه او يبدو مثل الايه البوب ستار نجم البوب. عندي كلمة advantage و disadvantage اللي هي الايه المميزات والعيوب. ايه تاني مهم. بص it's very loud. الصوت عالي قوي. it sounds. بما انه صوت يبقى it sounds like thunder. اكنه برق. سوري رعد. it not be a mole. it lives in a hole. بيعيش في حفرة. يبقى must. its tail is long. ديله طويل. يبقى احتمال يكون rabbit. لان مش بس الrat قصدي اللي ديله طويل. عندي حيوانات كتيرة ديلها طويل. يبقى it may be a rabbit. هنا الكلمة دي بتيجي كتير في الامتحان. كلمة complicated. كلمة complicated معناها معقد. زي كلمة hard او difficult. صعب يعني. تمام. طيب هي عكس كلمة easy او simple. عندي كلمة nocturnal زي ما قلت لك مهمة. وعندي كلمة بعض الحيوانات عندها بتستخدم التونجز اللي هي لسانها في الصيد زي الكاميليونز والفروجز. وهنا عندي night vision الرؤية الليلية. night vision. تمام. احنا اتفقنا كمان ان السنيكس في التونجز بتاعتها عندها sensors هما المجسدين دول اللي موجودين في اللسان بتاع الثعبان. تعال نشوف هنا بيقول ايه. it's too small. يبقى it not be an elephant. تفتكر الالفنت ينفع يبقى small. يبقى it can't. استحالة يبقى. it has got feathers. it not be a bird. يبقى it must. عنده ريش. يبقى اكيد طائر. my cousin studies hard. he may come first. احتمال يطلع الاول. وطبق زي ما قلنا الكلوث بتبقى feels. الايس كريم taste اللي بيتاكل وهكذا يعني. بيتسمع يبقى sounds. بيتاكل يبقى tastes. بيتلمس يبقى feels. بيتشم يبقى smells وهكذا. كلمة instrument مهمة جدا 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 بتيجي كتير في الامتحان. هو بقى هنا عطيني شوية تفاصيل يعني. بيقولي اللوت. اللوت اللي هو الايه العود. is a string. ده من الايه من الالات الموسيقية اللي فيها خيوط. الstring بحاجة loud. يبقى speakers. الجيتارست اللي هو بيلعب على الجيتار. الجملة دي بتيجي كتير في الامتحان. ايه تاني. تعالى هنا verb to have. I have just. دي الوحيدة اللي تيجي. ليه بقى يا ميس؟ لأن just بتيجي بعد have و has. إنما ever بتيجي في السؤال وده مش سؤال. yet بتيجي في آخر الجملة المنفية ودي مش جملة منفية. last بتيجي في الباست وده مش باست. خلاص؟ طيب no she has. بما أن الجملة منفية مين بيجي في النفي؟ never. we haven't. أول ما لقي have و has أروح أدور على past participle. have أدور على past participle. تمام؟
انا عندي الترايانجل اللي هو المثلث ده اللي بيمسكوه يقعدوا يعملوا تن 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 بيضربوا عليه، ده دي آلة برضو موسيقية يعتبر، هي والكلارينيت. الترايانجلز ده بنستخدم له ستيك، عصاية واحدة بس بنضرب بيها عشان يدي الصوت، يعمل الريزم يعني. تمام. الكلارينيت اللي بننفخ فيها بلو، فيولين، تشيلو برضو اللي هي سترينج، الناس برضو آلة من اللي هي عاملة زي العود، من العيلة بتاعت العود. percussion instrument اللي هي الآلات بتاعة الضرب اللي بنخبط فيها. فأنت عندك كذا حاجة بتخبط فيها بقى، الطبول، السيمبلز اللي هي الصاجات اللي بنضربهم كده في بعض دول. تمام. طيب الجملة دي في الباست فأنا اخترت boat، الجملة دي في الباست فأنا اخترت didn't، didn't هي بتاعة الباست. وي ولقيت هنا past participle يبقى تاخد have، you ولقيت past participle تبقى تاخد have، has يبقى past participle على طول ما تفكرش. طيب symbols دول percussion instruments اللي هي آلات الطبول أو القرعة. تمام. trumpet، trumpet ودي برضو wind instrument لأننا بننفخ فيها، أي حاجة بيتنفخ فيها بتبقى اسمها wind instrument. orchestra إن شاء الله جاية في الامتحان وهتيجي جملة زي كده يقول لي إيه، a large group of musicians is called orchestra. ممكن تيجي بطريقة تانية يقول لك مجموعة من من الآلات الموسيقية بتعزف مع بعضها برضو orchestra، دي إن شاء الله برضو جاية احتمال كبير في الامتحان. طيب بص أنا لقيت have فأنا اخترت never، ليه؟ لأن الجملة منفية، أنا لقيت جملة في الماضي فأخدت didn't. طب ليه يا ميس ما خدتش wasn't؟ ما هي wasn't ماضي، عشان هنا مصدر يا حبيبي، wasn't ما بيجيش معها مصدر، didn't يبقى اختار المصدر على طول. تمام. energetic instrument قلنا إن شاء الله جاية في الامتحان. have you your brother ever، ده سؤال الكلمة الوحيدة اللي تيجي في السؤال هي ever في السؤال اللي بhave وhas. تمام. كلمة stage مسرح، speakers بتيجي كتير في الامتحان اللي هي المكبرات الصوتية، أو الميكروفون برضو بيجي بس السبيكرز والميكروفون الاثنين قريبين من بعض، الباكينج سينجر أو الليد سينجر إن شاء الله برضو هتيجي في الامتحان. ألاقي did أحط مصدر، ألاقي have أحط إيه، الباست participle طبعا أو كلمة من كلمات الزمن. بص كده معايا هنا بيقول لي I have never skipped breakfast، دي الوحيدة اللي تنفع تيجي لأن الجملة عادية هي وينفع فيها never بعد have و has. هنا have أو has لقيت ال past participle على طول. كلمة musician قلنا مهمة أهي. an orchestra is a group of musician، يعني يجيب لك orchestra يجيب لك musician وإن شاء الله واحدة فيهم جاية، وكلمة concert برضو إن شاء الله جاية. طيب تعال نشوف بقى الإيه ال rewrite، الناس اللي عمالة تقول يا ميس مش عارفين نحله، يا ميس حلهن، أنا بعمله في revision يا جماعة أهو. I haven't eaten sushi، وهو عايز never، never مكان بتيجي مكان النوت، مكان النوت، يبقى أنا شلت النوت مع have هتبقى have never، يبقى I have never. طب هنا بيقول لي do you play the flute وعايز have، ركز بقى الله يسترك معايا في الجملة دي، الجملة دي في present simple هو عايزها في present perfect. طيب هشيل do وحط مكانها have، do بيجي معها مصدر إنما have بيجي معها past participle، يبقى have you، ومفروض احط ever لو انت عايز تزودها لانها بتيجي في السؤال، have you ever played the flute او have you played the flute. طيب are you وعايز ever، طب ever بتيجي في السؤال بس السؤال اللي بhave وhas، معنى كده ان انا هشيل are واحط have، يبقى have you بدل playing تبقى played، have you وحط ال ever فين يا ميس؟ قال لي بعد have بعد الفاعل، يبقى have you ever، have you ever played the xylophone. طيب بيقول لي last، يعني عايز الجمله في الباست بدل every هتبقى last واحط الفعل في الباست ويبقى washed. طب بيقول لي ان في الجمله، انا عندي فعل في الماضي ان في بمين؟ قال لي didn't والمصدر يبقى didn't cook. تمام. طيب هنا عايزها في الماضي، الجمله دي في البريزنت احولها للماضي، يعني نشيل usually ونحط an hour ago في الاخر وتبقى cleans cleaned. we were sorry، عايز where، عايز نسال بوير، i was، وخد بالك خد بالك خد بالك i was في السؤال بتبقى في الاجابه، you في i was في الاجابه بتبقى في السؤال where you، I was في الإجابة بتبقى في السؤال where you، احتمال كبير تيجي في الامتحان ودايما بيلعب بيها عشان عارف انت هتقول له you where، لا قصدي you was، لا هي you where، you where، I was بتبقى you where في السؤال، يبقى where you في السؤال بتحول في الإجابة ل I was. طيب I have not my lunch an hour ago، عايزها just يعني عايزها present perfect، يعني عايز have و has و I in past participle، يبقى I have just بتيجي بعد have و has ونجيب ال past participle من have تبقى had. طيب no I have never، وعايز نسأل عايز ever يعني بيقول لك اسأل، يبقى have you ever، نكمل الجملة عادي. طيب هنا بيقول لي
never. never بتيجي فين يا ميس؟ قال لي بتيجي في الجملة المنفية بعد have و has مكان ال not. فبدل ما أقول له أحمد has just أشيل just وحط never. already بتيجي بعد have و has. طيب معنى إن هو عايز already يعني عايز have و has already وال past participle. يبقى أقول له سهى has already dusted. تمام؟ ever يعني بيقول لك اسأل. فيبقى have you ever. نكمل الجملة. never يعني عايزها في النفي أشيل not وحط never. last يعني عايز نحول الماضي. خلاص بقى مش عايز اعيد نفس الكلام. نجيب المهم بس. هنا بقى must. بصوا يا جماعة انا هشرحها لكم اهي وانا بحل. عايزني استخدم must. انت مالك ومال I am sure. هو الراجل عايز يفهمك ان انا متأكد يبقى انت هتستخدم must. ابعد خالص عن I am sure. خلينا في الجملة اللي هو بيتكلم عنها. اللي هو متأكد منها. هو متأكد من ايه؟ ان he is a tourist. ان الراجل ده سائح. طب بدل ما اقول له بقى انا متاكد ان الراجل ده سائح، طب ما انا اقول له الراجل ده اكيد سائح. فهعملها ازاي؟ اخد مالكش دعوه بده، ده عشان يعرفك ان انت هتستخدم must. فاقول لك he must. طب وبعدين قال لي اذن نجيب مصدرها اللي هي بي، ودايما هي بي، يبقى he must be a tourist. هو لازم يكون tourist او هو اكيد بيكون tourist. يبقى must may might could can't كل ده بيجي مع المصدر، وهنا غالبا المصدر بيبقى بي الا بقى في بعض الحاجات الصغيره. تعال نشوف كده. it's possible احتمال ان that she cooks sushi ان هي هتطبخ سوشي. طب يا سيدي انا عايز احط cook، مالكش دعوه بالحته الاولانيه دي ملهاش علاقه، انا هخلينا مع she could cook مصدر سوشي. طب هنا بيقول لي may perhaps يعني احتمال ملناش دعوه بيها. he is late for the meeting يبقى he may be late for the meeting. هو احتمال يتاخر على الايه؟ على الميتنج المقابله. might بيقول لي it's possible ملناش دعوه بيها. our team might win هنشيل بس الاس لان المفروض تبقى الجمله مصدر. our team might win the competition. طيب بيقول لي I'm certain انا متاكد برضو ملناش دعوه بيها. it isn't a mole يبقى it can't be a mole استحاله يكون مول. جبت ب منين يا ميس؟ ما جبت المصدر من ايز يا ابني. تمام؟ ما هي am و is و are في البريزنت، المصدر منهم be، الباست منهم was where، التصريف التالي بتاعهم been. خلاص؟ فالمصدر من am و is و are be. طيب بيقول لي it isn't a line، it eats grass، فعايزها can't، مالناش دعوة. بالحتة التانية، ديت معلومات يعرفني إن هو أكيد مش line، فأنا أقول له it can't be a line، it eats grass، it can't be a line، استحالة يكون أسد. we are sure، إحنا متأكدين of getting the full mark، إن إحنا هنجيب الدرجات الإيه؟ النهائية. مالكش دعوة بقى we are sure احنا هناخد الفاعل اللي هو we must get the full mark. we must والفعل بتاعي getting هيبقى get مصدر. we must get the full marks. طب هنا بيقولي I think صلاح will score a goal وعايز may. سيبك من I think مالناش دعوة بيها، وحنقول صلاح may score a goal. صلاح may score a goal احتمال يسجل هدف. بيقولي it must sorry it eats meat it is a carnivore بياكل لحمة يبقى أكيد هو carnivore. يبقى it must be a carnivore. it must is but be a carnivore. I think it's a plane أعتقد إن هي طيارة. ليه يا ابني؟ قال لي it has a loud sound صوت عالي. وعايز could يبقى it could be a plane. جبت ال بي منين؟ قال لي عندي is but be في المصدر. it's a certain it is certain ده مؤكد. that she is from America ان الست دي من امريكا يبقى اقول لك she must be from America. I'm not sure انا مش متاكد that she plays tennis well يبقى she could play tennis well. ما تنساش ان must could can't may might كل ده بيجي مع مصدر، اوعى تتلخبط وتحطها بالاس. طيب بيقول لي I'm sure that it isn't a snake يبقى it can't be a snake. I'm sure that it is a compass يبقى it must be a compass. I'm not sure that it's a crocodile يبقى it may be a crocodile. I'm sure it's an elephant يبقى it must be an elephant. I'm not sure that it is dangerous يبقى it may be dangerous احتمال يكون dangerous. انا عملت معاكم كل الريرايت اهو عشان خاطر القاعده دي انا ملاحظه ان انتوا اغلبكم متلخبط فيها. بيقول لك I don't think she is good at French يبقى she might be good at French. I'm not sure that the machine works well يبقى the machine could work well. I'm not sure well I am sure she isn't able to speak Italian يبقى she can't speak Italian.
It's possible that Salah is able to win the prize. يبقى Salah could win the prize. He is happy. يبقى I'm sure he is the winner. يبقى he must be the winner. بيقول لي it's possible that my uncle travels abroad by plane. يبقى my uncle may travel abroad by plane. I'm sure the final match won't be easy. يبقى the final match can't be easy. It's possible that she draws a nice picture. يبقى she might draw a nice picture. اسمهم ايه دول الباسجز؟ هي اللي موجوده في اداره المنتزه، هي اللي موجوده في اداره شرق. ادي الاجابات اهي عشان لو حد مستني بس الاجابه. وحلت لكم كمان chapter 4. بيقول لي ايه؟ What did Mowgli learn at the meeting of the wolves? On the wolves couldn't look into his eyes and looked away. ما بيعرفوش يبصوا في عينيه وبيضايروا وشهم. What did Shere Khan want to do for Mowgli? To kill Mowgli. عايز يعمل له ايه؟ يقتله. Who did Shere Khan make friends with? On the younger wolves. Why did Shere Khan make friends with the younger wolves? To make trouble for Mowgli. يسبب له مشاكل. What did Shere Khan teach the younger wolves? In a man cub has no place between wolves. البني ادم ملوش مكان وسط الذئاب. Why did the wolves want to kill Mowgli? ليه كانوا عايزين يقتلوه؟ عشان Shere Khan taught younger wolves in a man has no place between wolves. دي اول حاجه. تاني حاجه ان خلاص ان Akela grew old cover او is old and can kill his deers. مش هيقدر يقتل الدير بتاعته. بعدين بيقولي why did Bagheera want Mowgli to leave the jungle? ليه Bagheera كان عايز Mowgli يمشي؟ عشان Akela couldn't kill his deer and wolves would be against Mowgli. Akela خلاص كبر ومش هيقدر يقتل ال deer، فكمان ال wolves هيبقوا against Mowgli. بيقولي Akela couldn't kill his deer. مهمة قوي وإن شاء الله احتمال كبير تيجي في الامتحان. Young wolves said that Mowgli didn't belong to wolves or to them. تيجي wolves تيجي them إليهم أو لل wolves. Mowgli hit Shere Khan on the head وإن شاء الله دي جاية في الامتحان with a burning stick. Mowgli knew he had to go to the world of men. Shere Khan made friends with the younger wolves. تيجي بقى واحدة من أي كلمة منهم. The red flower برضو إن شاء الله جاية في الامتحان. يا إما كده يا إما كده. The red flower was fire أو animals called fire the red flower. تمام. طيب بص هنا. بيقولي where did Mowgli go after leaving the jungle؟ الأسئلة دي كلها مهمة أهي. Went to the men's village أو راح للفيلج. بيقول لي lived فين؟ in Musua's house. Musua قدمت له إيه؟ on the bread and milk. كان بيشعر إزاي في Musua's house؟ قلنا he felt like a prison أو it felt like a prison. كان يشعر بإنه كأنه سجن. Where did Mowgli sleep? قلنا in the fields. Who was Grey Brother? The biggest of Mother's Wolf's cup. أكبر واحد في الكبس بتاع Mother Wolf. What did Mowgli learn in the village in 3 months? وتعلم to be like men, will speak like men, will wear like men, وكمان how to use money and how to look after cows and buffaloes. Who was Buldua? ودي جاية إن شاء الله. دي جاية في الامتحان. The village hunter إن شاء الله. How were Buldua's stories? كانت القصص بتاعته إحنا هو قال عليها Mowgli إن هي stupid. Buldua's word بتيجي كده يجي كده المهم جاي إن شاء الله. Buldua was the village hunter. Mowgli looked after هم مهمين قوي دول. Looked after the cows and buffaloes. Mowgli had to learn to speak like men. Grey brother would always bring news. مهمة بيحضر news الأخبار. Shere Khan is going to wait for Mowgli at the village gate. وبعدين Shere Khan was hiding in the big dry ravine of Wangaga. تمام؟ دول مهمين قوي 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 هو جايب من الآخر يعني. بالنسبة للباراجرافس هي اللي موجوده هنا فانا ما رضيتش بقى اعيد بقى واكتب تاني فاهي للناس اللي عايزه تحفظ اهي انا فتحت فين ثانيه واحده معلش مش هي دي انا رحت في حته تانيه اهمت ادي الباراجرافس انا ازقها كده سنه ادي الباراجرافس للناس اللي عايزه تاخد سكرين شوت وادي كمان بقيتهم هم اللي موجودين هنا ادي اخر واحده هي اللي موجوده هنا هي اللي موجوده هناك طيب نكمل ادي الكويستشنز الاسئله بيقولي I have got three brothers اول ما يقولي how many يبقى how many brothers have you got سما heard a strong a strange noise يبقى what did سما hear وبرده دول انا شرحتهم في الايه في الفيديو بتاع اداره المنتزه لو عايز ترجع لهم تاني تمام اعتقد مفيش يعني في بس هنا بعض الغلطات دي وير مش وين الاثنين دول وير في هنا حاجه عايزه اوضحها لك بص حبيبي لما تلاقي
had has وحاجه، ما كتبليش بعد has الباست بارتيسيبل. لما احب انفيها او اعمل سؤال او اسال هيبقى الفعل المساعد بتاعي does have، does والفعل هيبقى have. انما لو عندي has got او has وباست بارتيسيبل يبقى هنسال بيها، يبقى هي ده الفعل المساعد بتاعك. تمام. طيب في ايه تاني؟ هنا بيقولي a firefighter works with a team. انا ممكن اقول له who works with a team او who does a firefighter work with، بيشتغل مع مين. وهنا بيقول لي a computer is the most important invention nowadays. اشيل كلمه computer واقول لك what واكمل الجمله، what is the most important invention nowadays. طيب نكمل هنا برضو، دول سهلين. ادي اول امتحان اهو، بيقول لي yes. طبعا قبل ما تحل الدايلوج لازم تقرا كله لحد الاخر. فيس I went to the cinema، يبقى يبقى did you go to the cinema yesterday؟ قال له I went الساعة كذا، يبقى when did you go there؟ رحت مع مين؟ الاجابة بتاعتي يا اما my friend يا اما my family، واحدة من الاتنين، my family او my friends. did you؟ yes I did. كلمة scales او fins كشور او زعانف، والاتنين بتوع الفيش، الاتنين بتوع الفيش. هنا بيقول لي complicated، منركز فيها يعني معقد او صعب. تمام. spider ده بيعيش في الويب زي ما قلنا. an eagle، بصوا كلمة close اللي هي المخالب، close اللي هي المخالب، ودي بتبقى عند الايه الاغلب الحيوانات. فبيقول لي الايجل hunt بيصطاد البراي الفريسة بالايه بالclose. ادي must ادي may، احنا قلنا كل ده بقى، يا ريت اكون وضحتها لكم. تعالوا نشوف هنا اهي، بص بيقول لي ايه، he is a doctor he can help sick people، يبقى he must be a doctor، وده كله اوريدي متعاد، وده احنا حليناه اوريدي في الايه في الاسئله اللي ورا. هو عايد تاني الاسئله بس في شكل امتحانات. السؤال ده معلش ده غلطه مش موجود اساسا، هو المفروض كان فيه جمله فوق وما حطهاش. طيب وادي الاسئله ما فيهاش اي حاجه. اول ما يقول لي why، طب يا ميس انا لما الاقي سؤال زي كده مش عارف اجيب الاجابه منين، اطلع للسؤال اللي قبله واعمل زيه. طيب بص هنا builders هم اللي عملوا رام، تورتش مهمه زي ما قلنا، طبعا must ومايت والحاجات دي جايه ان شاء الله جايه في الامتحان. تمام. كانت must مايت والحاجات دي ركزوا فيها قوي، يعني ايه هتجي لك في الري رايت وهتجي لك كمان في الاختيارات، ما هو هيعمل لك ايه، ما هم دول اللي علينا. تمام ده انا حليته معاكم اهو لو في اي حاجه. بص بيقولك the perfume smells، هنا في اس كانت ناقصه، smells like a rose، يبقى how does the perfume smell like. بص كده وادي الامتحان بقيته اهو، وبرده نفس الاسئله متكرره تاني. المهم ما تنساش كلمه concert orchestra. بص هنا برده نفس الاسئله هي متكرره، زي ما فيش حاجه جديده. خلاص يا جماعه انا كده يعتبر غطيت لكم الايه المهم كله، وده اخر حاجه اهو، اخر امتحان. وانت بتحل الباراجراف لو لقيت كلمه مش عارف تستخدمها عديها حبيبي ولا يهمك، وكمل عادي. المهم تكتب لي من 5 ل 6 او 7 سنتنس، يعني ما تكتبليش بس خمسه وتسكت، لا زود جمله او اتنين من عندك عشان لو حاجه غلط نحط حاجه مكانها. ماشي، انا قلت كل المهم خلاص اعتقد. بص هنا بيقول لي ايه musical instrument، دي ان شاء الله جايه في الامتحان musical instrument. ready for حرف الجر بتاع ready، ready for، ready for مستعد ليه يعني. worried about a word، worried about. طيب ايه كمان، ادي اخر حاجه اهي كده، احنا خلصنا الريفيجن كلها لحد الاخر، ودي كمان اداره شرق. يا جماعة اعملوا شير للفيديو، خلوا الماميز كلها تستفيد، الناس كلها مستنية المراجعة دي، اعملوا لها انتوا شير في جروبات الفصول بتاعتكم، الجروبات بتاعتكم انتوا بتاعت الواتس والفصول، يعني وصلوا المراجعة لبعض عشان خاطر الناس اللي بتبعت تفضل تقولي ما جاتش مش لاقيها، انا عملت اللي عليا ونزلت لكم المراجعة، انتوا بقى نزلوها لبعض. اتمنى ان انا اكون قدرت اساعدكم. لو عجبك الفيديو اعمل لايك للفيديو، اعمل شير، بفرح جدا بالكومنتس اللي بتسيبها لي تحت الفيديو. يا رب تتفاعلوا مع الفيديو لاني تعبت عبال ما جهزته وتعبت عبال ما حليته. السلام عليكم.